الله أكبر الله أكبر، انفجار أحد آبار النفط في ريف دير الزور. انفجارات هائلة جدا، انفجارات قوية جدا تسمع في كافة أنحاء ريف دير الزور. انفجار أحد آبار النفط في ريف دير الزور بالقرب من بادية الطيانة. انفجار أحد آبار النفط في ريف دير الزور، انفجارات قوية جدا بالقرب من بادية الطيانة.